شعار السكان والتنمية في إطار أجندة التنمية المستدامة، انطلقت برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان الاجتماع 18 لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية. ويهدف الاجتماع الذي يستضيفه المجلس الأعلى للسكان وبالتعاون مع جامعة الدول العربية وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا لاستعراض ومناقشة المقترح الذي تقدمت به الأردن حول إنشاء مجلس عالي المستوى للسكان والتنمية ضمن منظومة جامعة الدول العربية. بالمزيد من التقرير التالي أعدتنا إياه الزميلة آية أبو عتيلة، نشوف التقرير الراجعين. شعار السكان والتنمية في إطار أجندة التنمية المستدامة انطلقت برعاية سمو الأميرة بسمة بن طلال سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان الاجتماع 18 لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية. سمو الأميرة بسمة أشارت في كلمة في جلسة الافتتاح إلى التغيرات السكانية الكبيرة التي تشهدها المنطقة العربية وبخاصة التسارع المستمر في النمو السكاني وما يسببه من أعباء إضافية في الإعالة ومتوسط حجم الأسرة وتغيير التركيبة العمرية، مؤكدة أهمية إدماج القضايا السكانية في أجندة التنمية المستدامة في الدول العربية. يأتي انعقاد اجتماعكم هنا ضمن تغيرات وتأثيرات سكانية جسيمة تشهدها المنطقة العربية، من سماتها الرئيسة التسارع المستمر في النمو السكاني وبالتالي ارتفاع أعباء الإعالة ومتوسط حجم الأسرة وتغير واضح في التركيبة العمرية. ومن ناحية أخرى أدت الهجرات المستمرة على اختلاف دوافعها داخل منطقتنا العربية وخارجها إلى الإخلال بمعادلة الموارد والسكان، وشكلت ضغطاً على الموارد المتاحة مثل الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل والموارد الطبيعية، وقد ساهمت هذه العوامل في خلق ظروف صعبة أثرت على نوعية حياة الإنسان العربي في وطنه وخارجه، وانعكست عليه فقراً وبطالة وتفاوتاً في التمكين الاقتصادي والاجتماعي وافتقاراً للأمن والاستقرار. وقال وزير العمل نائب رئيس المجلس الأعلى للسكان علي الغزاوي إن المنطقة العربية حققت نجاحات ملموسة على صعيد الأهداف الإنمائية للألفية السابقة وبخاصة في مجالي التعليم والصحة، غير أن بعض الدول شهدت انتكاسات تنموية واضحة حتى في أكثر عوامل التنمية ضرورة نتيجة للظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة. لا يخفى على أحد أن السكان هم هدف التنمية وذاتها، وأن كافة الجهود التنموية في جميع بلداننا هدفها الاستثمار بالإنسان العربي القادر على فهم واستخدام آليات العصر من ناحية، والنضوج برفاه الإنسان المرتبط بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لقد حققت المنطقة العربية نجاحات ملموسة على صعيد الأهداف الإنمائية للألفية السابقة وعلى خص في مجال التعليم والصحة، وإن كان ذلك بشكل متفاوت من بلد إلى آخر، إلا أنه نتيجة الظروف الإقليمية التي مرت وتمر بها منطقة العربية، حيث شهدت بعض دول المنطقة انتكاسات تنموية واضحة حتى في أكثر عوامل التنمية ضرورة، بل تعدى ذلك إلى حياة الإنسان وزوال حالة الأمان والسلم المجتمعي الذي يعد العنصر الأهم لتحقيق التنمية بأبعادها متعددة. الحضور الكرام، لقد شاركت بلداننا منذ عامين تقريبا دول العالم كافة في إطلاق أجندة عالمية جديدة للتنمية المستدامة، وحيث تتحقق أهدافها بالحلول العام 2030. وقد بنيت هذه الأجندة على ما تحقق من نجاحات الأهداف الإنمائية للألفية السابقة والتحديات الناشئة التي انعكست على ظروف التنمية لغالبية دول العالم. وقد جاء الاقتراح المتكامل والجيد التوقيت الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية لكي يؤكد على ضرورة التحرك الفاعل، ونتمنى أن تتضافر الجهود لاعتماده واعتماد نظامه الأساسي لاتخاذ كل ما يلزم ليضعه مضع التنفيذ في القريب العاجل بإذن الله، وضرورة المحافظة على دورية انعقاده ومأسسته
وتواصل أعماله بما يحقق تراكماً في الأفكار والمعلومات وتطوير وطرح بدائل قوية وواقعية لتفعيل العلاقة بين السكان والتنمية في الإقليم العربي، تسعى إلى تعزيز التعاون بين كل الجهات المعنية والوطنية والدولية والإقليمية، وتتيح كذلك للمجلس أن يصعد قراراته إلى القمة ويتخذ منها التوصيات المناسبة للعمل. لا أود أن أطيل عليكم الخطاب طويل، لكن أود أن أنوه كذلك إننا فعلا نلتقي كل سنة، ولكن فعلا في وضع استثنائي في هذا الإقليم، وإن هذا الموضوع يهتم بجوهر التنمية وأساسها وهو الإنسان، والإنسان هو لا يعد إلا أن يكون ساكنا في الدنيا، فلا بد أن يكون ساكنا لكي يعيش، لكي يكون له الأمن والسلم. وأعتقد أن أسس هذا الموضوع يخرج من خلال السكان في حد ذاتهم، في تنظيمهم، في عملهم، في أدائهم، سواء كانوا في الحضر أو في الريف. ويناقش الاجتماع برنامج العمل الإقليمي للسكان والتنمية للسنوات الأربع المقبلة من عام 2018 حتى عام 2021، والسياسات والقضايا السكانية في الوطن العربي، وبحث عقد المؤتمر الإقليمي للدول العربية لاعتماد المراجعة الدورية لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وربطه ببرنامج عمل التنمية المستدامة. نشكر زميلتنا آية أبو عتيل على هالتقرير. يعني دائما إحنا المجلس الأعلى للسكان بحاول إنه يعني دائما يكون في تعاون بينه وبين جامعة الدول العربية، خصوصا مع التنمية المستدامة للسكان. نشكر زميلتنا آية مرة ثانية. بننتقل مباشرة مشاهدينا إلى تيك توك، واللي هي فقرة التكنولوجيا، راح نتعرف فيها على أحدث التطورات التكنولوجية وأهمها، وراح نتابع فيها كمان مايكروسوفت تصلح عيب أمني موجود منذ 17 عاما في أجهزتها، وخبر آخر حول كاسبر سكاي، والمزيد لنشاهد تقريرنا في تيك توك. في أوائل شهر تشرين الأول الماضي، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً ذكرت فيه أن برنامجاً لمكافحة الفيروسات من كاسبرسكي لاب استخدم من أجل تحميل بيانات سرية من حاسب أحد موظفي وكالات الأمن القومية الأمريكية. ورداً على التقرير، قالت الشركة الروسية الرائدة في مجال أمن المعلومات إنها تعاملت مع هذه الإدعاءات بجدية عالية، حيث قامت بإجراء تحقيق داخلي شامل لجمع الحقائق حول هذا الأمر ومعالجة أي مخاوف ناجمة عنه. وقد تم نشر النتائج الأولية للتحقيق، إذ سلط التقرير الضوء على النتائج العامة التي توصلت إليها الشركة بحثاً عن أي أدلة مرتبطة بالحادثة المزعومة التي نشرتها وسائل الإعلام. ونشرت كاسبرسكي تقريراً جديداً قالت إنه يؤكد النتائج الأولية ويقدم معلومات ورؤى إضافية للتحليل الخاص بآلية القياس التي تعتمدها حزمة برامج كاسبرسكي لاب المتعلقة بالحادثة المذكورة. وتصف آلية القياس لهذا النشاط المشبوه المسجل على الحاسب والمعني ضمن الإطار الزمني للحادثة التي وقعت في عام 2014. وذكرت الشركة أنه يبدو أن المستخدم قام في وقت لاحق بتنزيل وتثبيت أحد البرامج المقرصنة على الجهاز، وتحديداً ملف مايكروسوفت أوفيس ISO وأداة تفعيل حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس 2013 غير قانونية. ولتثبيت النسخة المقرصنة من حزمة برامج أوفيس 2013، يبدو أن المستخدم قام بإيقاف عمل برنامج كاسبرسكي لاب على الحاسب الخاص به نظراً لعدم إمكانية تشغيل أداة التفعيل المقرصنة وغير القانونية أثناء عمل برنامج مكافحة الفيروسات. وأضاف كاسبرسكي أن أداة التفعيل غير القانونية المدرجة ضمن حزمة برامج أوفيس كانت تحتوي على برمجية خبيثة، وبذلك أصيب المستخدم بهذه البرمجية الخبيثة لفترة غير محدودة من الزمن، وهي الفترة التي تم خلالها إيقاف عمل برنامج كاسبرسكي لاب. وهذه البرمجية الخبيثة كانت تحتوي على ثغرات خفية ومفتوحة تسمح لأطراف ثالثة أخرى بالوصول إلى جهاز المستخدم. أعلنت شركة مايكروسوفت قبل عدة أيام عن قيامها بإصلاح العلة المتعلقة بتنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد،
البالغ عمرها 17 عاماً، والتي كانت تتواجد ضمن برمجية قابلة للتنفيذ تسمى محرر معادلات مايكروسوفت المتواجدة ضمن حزمة برمجيات المكتب أوفيس. ويأتي تصحيح الضعف كجزء من التصحيح الأمني، ويحتوي على 53 تصحيح، وتؤدي نقاط الضعف الموجودة في البرمجيات المستخدمة ضمن الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وأجهزة الحاسب إلى وضع المستخدم في خطر شبه يومي. وقد قيمت شركة مايكروسوفت العلة بوصفها هامة من حيث التأثير، لكن الباحثين الأمنيين في شركة MPD للحلول الأمنية الذين اكتشفوا العلة وصفوها بأنها خطيرة للغاية، وذلك تبعاً لوجود هذه العلة في كل إصدار من حزمة المكتب صدر منذ عام 2000، كما أنها تعمل مع كافة إصدارات ويندوز بما في ذلك ويندوز 10 Creators Update. ويتم استخدام البرمجية لإدراج وتحرير المعادلات المعقدة كعناصر ربط وتضمين OLE في مستندات مايكروسوفت وورد، وهي ميزة قد لا يجري استعمالها أبداً من قبل مستخدمي مايكروسوفت أوفيس. وتتواجد برمجية محرر المعادلات منذ شهر تشرين الثاني عام 2000، وتواجدت منذ ذلك الحين ضمن جميع نسخ حزمة المكتب، وجرى استبدال البرمجية في عام 2007 بنسخة أحدث، وتم ترك برمجية محرر المعادلات القديمة ضمن أوفيس لدعم الملفات التي استخدمت المعادلات القديمة. وبحسب MPD يمكن للهاكرز الالتفات بسهولة على هذه الحماية عن طريق اختراق المستخدم أولاً عبر هجوم تصيد مقنع وتعطيل ميزة Protected View، ومن ثم استغلال العلة عن بعد، وذلك مع التحسن الملحوظ في السنوات الأخيرة لمهارات الهاكرز في الهندسة الاجتماعية وهجمات التصيد الاحتيالية التي تعد اليوم أكثر تعقيداً بكثير مما كانت عليه عام 2010. مشاهدينا، بعد ما شفنا تيك توك ويعني عديد من الأخبار التكنولوجيا، راح نكون معكم بالاستضافة الأدبية بس بعد الفاصل.